بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس الموفي تمام 30 بعد 100 في سلسلة دروس رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى ونفعنا به. باب نهي الرجل والمرأة عن خضاب شعرهما بسواد. عن جابر رضي الله عنه قال: أتي بأبي قحافة والد أبي بكر الصديق رضي الله عنهما يوم فتح مكة، ورأسه ولحيته كالثغامة بياضا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: غيروا هذا واجتنبوا السواد. رواه مسلم. باب النهي عن القزع، وهو حلق بعض الرأس دون بعض، وإباحة حلقه كله للرجل دون المرأة. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن القزع، الحديث متفق عليه. وعنه قال: رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم صبيا قد حلق بعض شعر رأسه وترك بعضه، فنهاهم عن ذلك وقال: احلقوه كله أو اتركوه كله. رواه أبو داود بإسناد صحيح على شرط البخاري ومسلم إلى آخر أحاديث الباب. الباب الأول، وذكر أورد فيه الإمام النووي حديثا واحدا عنوانه: باب نهي الرجل والمرأة عن خضاب شعرهما بسواد. خضاب الشعر لا سيما بالنسبة لمن وخط الشيب في رأسه مسنون، ولكن ينبغي أن يتجنب كل من الرجل والمرأة السواد. وهذا التجنب العلماء فيه بين مكره ومحرم، فمن العلماء من حرم خضب الرجل والمرأة الشعر بالسواد، السواد التام، ومن العلماء من كره. والنهي كما رأيتم في هذا الحديث الصحيح الذي رواه مسلم، وأصل النهي يدل على التحريم، إلا إذا قام دليل يصرف النهي عن التحريم إلى الكراهة، والعلماء في هذا اختلفوا. أما الحكمة من نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الخضاب بالسواد، فلعل أن النبي عليه الصلاة والسلام يحذر من تلبيس، أن يلبس الرجل شأنه على الناس، فإذا خضب رأسه وقد وخطه الشيء بالسواد فربما يكون ذلك تدليسا على الناس، لا سيما فيما إذا أراد أن يتجه إلى خطبة أو نحو ذلك. أما إذا خضب شعره بأي لون آخر فهذا لا يخفى. هذا ما ذكره كثير من العلماء في هذا الموضوع، ولذلك لا فرق في هذه الكراهية أو التحريم بين الرجل
وبين المرأة. أصل الخضاب مندوب، لكن ينبغي أن يتجنب الإنسان السواد. أي لون آخر غير السواد جائز، نعم أي لون آخر، أما السواد فهو المحرم. والعلماء يعني هنا يبحثون، لو أن هذا الخضاب لم يخفي حالة الرجل ولم يخفي عن الناس يعني حقيقة عمره، هل النهي يظل واردا؟ أكثر العلماء على أن النهي نعم يظل واردا. لماذا؟ لأن هذا من الأمور التعبدية، والأمور التعبدية منوطة بالحكمة وليست منوطة بالعلة. يعني قولنا حتى لا يصبح هذا الخضاب الأسود سببا للتلبيس، هذه ليست علة. حتى نقول الحكم يوجد مع وجودها ويغيب مع غيابها، وإنما المسألة حكمة، والحكمة لا علاقة لها بالحكم، الحكم منوط بالنص. فمثلا الصلاة لها حكم كثيرة، ولكن هذه الحكمة لا يمكن أن تعتبر مناطا للحكم، يعني لا يمكن أن نجعل الحكم مرتبطا بها، فالله أعلم عن الحكمة بذلك. على كل، هذا أدب من الآداب الشرعية التي نبهنا إليها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأصلها ما سمعتم، في يوم الفتح جاء والد سيدنا أبي بكر وقد كف بصره، جاء به أبو بكر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلن إسلامه، فرحب به رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكان قد يعني كما يقول الإمام النووي أصبح رأسه كالسغامة. السغامة عبارة عن نبات له زهر أبيض، فيعني أصبح شعره أبيض مثل هذا الزهر الأبيض، رأسه كله. فأوصى النبي صلى الله عليه وسلم بتغيير هذا اللون الأبيض، يعني بأن يخضب شعره، ولكن قال اجتنبوا السواد. هذا الحكم كما قلت لكم أدب من الآداب الإسلامي التي نبهنا إليها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذه الآداب أيها الإخوة، أحذركم من شيء عندما نتحدث عنها، الإمام النووي سيذكر آداب كثيرة من هذا القبيل، طبعا لن يذكرها من عنده، سيذكرنا بما ورد فيها من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. كثير من هذه الآداب تدخل في باب المسنونات، وكثير منها يدخل في باب الواجبات، على أن المشكلة ليست منوطة يعني تساهل الإنسان في الالتزام بهذه الآداب. المشكلة الكبرى ليست في تساهل الإنسان في هذه الآداب، لا سيما عندما يعلن عن يعني تقصيره ويعترف بمسؤوليته، لكن المشكلة الكبرى في أن يستهين الإنسان بهذه الآداب. وقد ذكرت لكم بالأمس الفرق بين التساهل في الآداب وبين الاستهانة بالآداب. أن يتساهل الإنسان ربما الباري عز وجل يغفر، حتى ولو قلنا إنها تدخل في باب الواجبات وتركها يدخل في باب المحرمات، ربما دخلت في اللمم، وربنا سبحانه وتعالى وعد بأن يغفر اللمم، يعني المعاصي البسيطة التي لا تدخل في الكبائر إن شاء
إن شاء. وهذا هو المأمول من رحمة الله وفضله. لكن هذا اللمم سرعان ما يتحول إلى كبيرة من الكبائر عندما ينظر إليها العبد باستخفاف باستهانة. بل إن هذه الآداب التي قد تكون مسنونة لا أكثر يصبح الإعراض عنها من أكبر الكبائر عندما يكون سبب الإعراض الاستخفاف. مثلا عندما نتحدث عن موضوع خضاب الشعر ربما يأتي من يقول هذه المسائل عائدة إلى يعني رغبة الإنسان إلى مزاج الإنسان، إيش علاقة الدين بهذه القضايا ولماذا هذا الأمر، يتحدث نعم ويأخذ حظه في الكلام السيء المعبر عن الاستخفاف وعن الاستهانة. هل تعلمون أن هذا يدخل في باب المكفرات؟ المكفرات في كتب العقيدة معروفة، منها الاستخفاف في أدب من الآداب التي ثبتت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بيقين. أن يكون عالما ويقول ربما الحديث لم يصح، هذا شيء آخر، لكن يعلم أن هذا الحديث قد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا طرق سمعه هذا الكلام استخف وقال ما تسمعون من الكلمات نعم التي تدل على الاستهزاء والرعونة ونحو ذلك. هذا أنا لا أقول، يعني أنا أخشى من كلمة إنه هذا الإنسان يكفر، يعني أحاول أن أحتاط دائما، لكنني أقول هو مزلق إلى الكفر يقينا، مزلق إلى الكفر. والغريب أيها الإخوة أننا نشاهد في عصرنا هذا يعني مفارقات عجيبة مذهلة، نحاول أن نحكم العقل فيها لا نجد سبيلا لموافقة العقل لها أبدا. نجد أناسا من هؤلاء المستخفين ينظرون بمناظير مكبرة إلى العادات التي تجد كل يوم عند الغربيين. ما من عادة تتجلى لديهم إلا ويقفز إليها في أسرع وقت لينفذها تماما كما ينفذون، طبق ما قد سمع أو طبق ما قد رأى، دون أن يستخف بها ودون أن يحكم عقله بها نهائيا. نعم، وهو الذي إذا ذكرته بأدب من آداب الإسلام التي ذكرنا بها سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يطيل لسانه في الاستهزاء والاستخفاف بها. ألا تلاحظون على سبيل المثال هؤلاء الذين يحلقون رؤوسهم نهائيا وربما بالموسى، واضح كيف؟ يعني لو كان الواحد منهم يؤدي مناسك الحج والله لا يفعل ذلك أبدا، يعني لا يحلق رأسه كنسك من مناسك الحج. لكن لماذا يفعل هذا؟ لأنها عبارة عن عادة انتشرت في الغرب، ولماذا انتشرت لا تعلم، جنون، هنالك جنون يدعو إلى عادات عجيبة وغريبة، ولذلك الجنون أسباب، ونسأل الله لهم العفو والعافية. نعم، لكن في بلادنا أناس نعم لم تصبهم عادية الجنون ولله الحمد، وليست هنالك أمراض نفسية يعانون منها، لكنه تجد أنه يجعل نفسه ظلا شاحبا ذليلا لتلك العادات. نعم، كان يتمتع بشعر طويل كذا ويتمتع بأناقة، ضحى بكل هذه الأناقة وضحى بكل هذا المظهر لأن عادة انتشرت في ربوع الغرب هي هذه العادة العجيبة التي حدثتكم عنها. طيب، الذي يزيد خطورة هذا الاستخفاف أن الواحد من هؤلاء لا يستخف بهذه العادات التائهة الشاذة التي ابتلي بها الغرب
لأسباب ذكرتها لكم. يعني الغربيون معذورون بالمعنى الذي أريد أن أقوله إن فعلوا هذا. لماذا؟ لأنهم محرومون من نعمة الإيمان بالله، ومن ثم فهم محرومون من فهم معنى هذه الحياة الدنيا. ونظرا لذلك فهم يتصورون أن هذه الحياة الدنيا يوم لا غدا من ورائه. لذا فإن الواحد منهم يتصور أنه أمام الفرصة التي لا تتكرر، فإذا أتيح له أن يمتع نفسه بشهوات الدنيا وأهوائها، نعم فليستعجل، نعم ولينحط في كل ما يمكن أن يصل إليه من شهوات وأهواء، نعم نعم تمتع كما قال ذلك الشاعر: من شميم عرار نجد فما بعد العشية من عراري. يلا اليوم فرصتك. يتقلبون في هذا النعيم أشكالا وألوانا، والإنسان مفطور على الملل. المتعة التي يركن إليها تلذ له شهرا شهرين سنة سنتين، ثم إنه يتبرم بها، يمل منها، يريد أن يطور. ممكن أبواب الذي تكون لا تزال مفتحة أمامه يطور يطور، ثم إنه يصل إلى السمالي، يعني إلى النهاية، اللذائذ أيضا محصورة، يمل من هذه اللذائذ كلها. هذا واقع، والغربيون يحللون هذا التحليل في حق أنفسهم. فإذا وجد أن المتعة كلها قد انتهت وذاق من كل منها مذاقا وكرر وكرر حتى مل، يلجأ إلى الشذوذ، يلجأ إلى الشذوذ. والشذوذ باب مفتوح، نعم مظهر من مظاهر الجنون في الواقع. هذا الشذوذ تراه في تلوين الشعر، تراه في طريقة تمشيط الشعر، تراه في الألبسة، تراه في المخدرات، تراه في أمور شتى يضيق الوقت عن ذكرها، بل نضرب عنها صفحا. من هذه الشذوذ هذا الذي يقدمون عليه، هو لا يهدفون من وراء ذلك إلى يعني معالجة طبية، إلى تنفيذ وصف الطبيب، لا، وإنما هو مظهر من مظاهر المتعة تبرموا بها فأرادوا أن يغيروا، غيروا تبرموا بالحال الثاني أيضا، وهكذا فهم يلجؤون إلى أنواع من الشذوذ لا حصر لها. طيب عذرهم أنهم حرموا مما أنعم الله به علينا، حرموا من معرفة المولى. شايفين كيف؟ وهذا يذكرني بقول الله عز وجل: ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم. شوفوا شوفوا هالنعمة العظيمة اللي ربنا عز وجل أكرمنا بها، مولانا الله. لسنا يتامى، لسنا مشردين في جنبات الأرض، مولانا الله، وقد عرفناه وأنبأنا عن قصة هذه الحياة والرحلة التي نحن بصددها، وعرفنا كل شيء، نعم. أما أولئك الكافرون هكذا كما قال الله هم يتامى، ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم. المولى موجود لكنهم قطعوا نسب ما بينهم وبين، فأصبحوا هكذا كاليتامى. نعم نحن ما ينبغي لنا أن ننحط في من حط أولئك اليتامى، ما ينبغي لنا أن نسير وراءهم كما قال: حذو القذة بالقذة، يعني نسلك وراءهم. هذا من كلام سيدنا رسول الله، يعني من معجزاته، وهو يتحدث عن أشراط الساعة: ستتبعون سنن من قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع، حتى لو دخل أحدهم جحر ضب لدخلتموه. وفي رواية في حديث آخر: ولو جامع أحدهم أمه في الطريق لفعلتموه. وقد نعم. طيب يا أخي أنت شو وسطك؟
لماذا تقلد هؤلاء الشاذين وأنت معافى من شذوذهم؟ إنسان ابتلي بالجرب فهو لا يلوث دائما، يحك جسده يمينا شمالا وأنت معافى، لماذا تقلده في هذا الحق؟ هذا واقع كثير من أبناء جلدتنا المسلمين، ونحن ولله الحمد قد أكرمنا الله سبحانه وتعالى بالانتساب إلى هذا الدين، وأكرمنا الله سبحانه وتعالى بنسب العبودية إليه، إلى الله سبحانه وتعالى. قد قلت لكم فيما أذكر مرة أنني كنت أصلي المغرب في مسجد سيدنا خالد بن الوليد في حمص، ولما أردت الخروج من المسجد وكان الوقت متأخرا عن صلاة الجماعة، أثناء خروجي من المسجد رأيت رجل درويش يعني ذو مظهر لا يبه به، بل هو كما قال المصطفى صلى الله عليه وسلم ذو طمرين باليين، يعني كان داخلا إلى المسجد وأنا خارج منه، واجأني بابتسامة عريضة جدا أنا لا أعرفه، وقال لي ما لك؟ ألا تعلم أن الله مولانا؟ ما لك؟ يعني كأنه يقول لماذا لا تفرح؟ لماذا لا ترقص؟ لماذا يعني لا تشعر أنك في الجنة؟ ألا تعلم أن الله مولانا؟ يعني فكرت في هذا الكلام، فعلا نحن ننسى نعمة كبيرة 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 ربنا عز وجل متعنا بها. أنا عندما أقرأ هذه الآية ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم، أقول يا رب كنوز الدنيا بل كنوز الدنيا والآخرة أقل من هذه النعمة التي متعنا الله عز وجل بها، كنوز الآخرة ثمرة لهذا الذي أنعم الله عز وجل بها علينا. نعم، فنحن يا أخي مولانا ربنا، نحن عبيده، وانتساب العبد إلى الرب عز، ما بعده عز. تجمل بهذه الآداب، ارفع رأسك بهذه الآداب التي أوصانا بها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نعم، انتشي بها، تستخف بها. طيب، إذا لم تستطع أن تنفذها لا بأس، لكن أعلن عن تقصيرك. نعم، وإياك أن تستخف، بل اعلم أن الحكمة كل الحكمة في هذا الذي قاله لنا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثم نقلنا الإمام النووي إلى الباب الآخر، باب النهي عن القزع، وهو حلق بعض الرأس دون بعض، وإباحة حلقه كله للرجل دون المرأة. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن القزع، الحديث متفق عليه. عرفنا معنى القزع، أن يحلق الإنسان جزءا من شعر رأسه ويبقي الجزء. هذا العمل أكثر الفقهاء على أنه مكروه، لكن لكي نحدد معنى القزع نذكر أن الإمام البخاري تعليقا ذكر أنه ليس من القزع قصة الفودين، يعني الشعر الذي هنا والشعر الذي هنا، إذا نعم أراد الإنسان أن يخففهما، أن يخفف شعر نعم الفودين، طبعا يكون أخف من بقية الرأس، ليس ذلك من القزع. وهذا يوضح أن القزع إذن ما هو. كان فيما مضى تذكرون أن بعض الناس يحلقون منتصف رؤوسهم، يعني لا يكاد يبقى شيء من الشعر إطلاقا، ودوائر طويل، هذا قزع. أو يتصرف بتصرف آخر بشكل آخر، بحيث أن بعض
شعر بعض رأسه شعره طويل والبعض الآخر شعر قصير. أولا يعني الذوق السليم يمج هذا الأمر. ثانيا نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك. نعم، وقد أتي عليه الصلاة والسلام بطفل، نعم، حلق أهله بعض شعره وتركوا البعض الآخر، فقال احلقوه كله أو اتركوه كله. نعم، ومن هدي النبي عليه الصلاة والسلام بالنسبة لفعله أنه ثبت أنه حلق رأسه كله في الحج، حلق رأسه كله وأطال شعر رأسه إلى، نعم، الوفرة، نعم، إلى شحمة الأذن أيضا، هذا موجود. فالإنسان يملك أن يطيل شعره كله أو أن يحلقه كله كما يشاء، إلا المرأة، فلا يجوز للمرأة أن تحلق الشعر كله، ذلك لأن هذا يدخل في تغيير الخلقة التي نهى الله سبحانه وتعالى عنها. لاحظوا الرجل في كثير من الأحيان إذا تقدمت به السن، نعم، يذهب شعر رأسه، نعم، وهذا نصف الرجال يصابون بهذا الأمر، لكن المرأة لم يبتليها الله سبحانه وتعالى بهذا الأمر. الشعر بالنسبة للمرأة جزء من خلقتها التي متعها الله سبحانه وتعالى بها، فلا يجوز لها أن تحلق شعرها من أساسه، يعني نهائيا هذا غير جائز، لكن لها أن تقصر ولها أن تطيل، يعني لها أن تتفنن فيما هو داخل في العرف. إن كانت متزوجة فلا يجوز ذلك إلا بإذن زوجها، وإذا طلب الزوج منها ذلك وجب عليه. وإن لم تكن متزوجة طبعا ينبغي أن لا تخرج في هذا عن رأي أبويها أيضا، نعم. لكن حكمة النهي، نهي النبي عليه الصلاة والسلام المرأة، نعم، عن هذا، أن هذا العمل بالنسبة لها يدخل في تغيير الخلقة، وتغيير الخلقة غير جائز بشكل من الأشكال إلا في حالات التشوه. يعني لو أن إنسانا أراد، رأى أن أنفه يعني ممكن أن يكون أجمل من ما هو عليه، فأراد أن يعني يعمل عملية تجميل لأنفه، لا يجوز. لو أن امرأة أرادت أن تغير لون عينيها، لا يجوز. لو أرادت أن تجعل يعني أن تجري عملية مثلا لعينيها بحيث تصبح العينان يعني أكثر اتساعا، لا يجوز بشكل من الأشكال. لو أن عيد الشيخوخة، نعم، غزت الوجه وحاولت أن تعيد نفسها عن طريق عملية تجميلية إلى مظهر الشباب، لا يجوز. كل ذلك داخل في تغيير الخلقة، وقد نهى الله سبحانه وتعالى عن ذلك، والعلماء شرحوا هذا عند قول الله تعالى، نعم، ولآمرنهم فليغيرن خلق الله، هذا كلام الشيطان يتواعد بذلك. إلا في حال واحدة، إذا ثبت أن تشوها يوجد في وجه الإنسان، رجل أو امرأة، والتشوه كيف نعرفه؟ بشهادة طبيبين، يعني كما يقول الإمام السيوطي في الأشباه والنظائر، طبيبين عادلين ونثق بهما، قال أن هذا الأنف بهذا الشكل في تشوه. في هذه الحالة يجوز تغيير التشوه، يعني إعادة الأنف إلى الوضع الطبيعي. إلا الحاجب ما في تشوه إطلاقا، نعم، في بعض الأحيان يكون الحاجبان كثيفين، في بعض الأحيان لا يكونان كثيفين، لا يجوز التغيير. لكن إذا ثبت لدى طبيبين مختصين بأنه هذا الحاجب بهذا الشكل في تشوه، عندئذ يجوز إزالة التشوه. إزالة التشوه لا يدخل في معنى تغيير الخلق. أن تحلق المرأة كامل شعرها هذا نوع من تغيير الخلق وبدون موجب،
بالعكس الموجب هو أن لا تفعل ذلك. ومرة أخرى نقول في الغرب يوجد هذا الشيء، نعم، ربما وجد الإنسان امرأة قد أتت على شعر رأسها كله وحلقته، نعم هذا جنون. وينبغي لنا إذا رأينا مثل هذه الأمور أن نقول الحمد لله الذي عافانا مما ابتلى به كثيرا من عباده، وما ينبغي أن نتبع هذه العادات القذرة أو هذه الشذوذات الكثيرة. إذن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن القزع، وقد عرفنا معنى القزع، نعم، أن يطيل جزءا من شعر رأسه وأن يحلق الجزء الآخر. أما التهذيب الأطراف هنا وهنا فهذا، نعم، رأيت من كلام العلماء أن هذا لا يدخل في القزع، نعم. وهذا يحل مشكلة كثير من الناس عند ما يعني يحلقون رؤوسهم. هنا أيها الإخوة أعود فأقول ينبغي أن نقدر هذه الآداب التي ينبهنا إليها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، إما أن نتمسك بها وهذا هو الأصل، فإن لم نستطع أن نتمسك بها ينبغي أن نعترف بتقصيرنا وأن نذعن بمسؤوليتنا وأن نعلم أن هذا هو الذي ينبغي أن نفعله. نحن الآن بالنسبة لهذه الآداب كثيرا ما نعرض عنها. الآن سيتكلم الإمام النووي فيما بعد في بعض الأبواب عن اللحية وإطالتها وعن سنة ترك اللحية، وسيتحدث عن أن الإنسان إذا أراد أن يصلي ما ينبغي أن يصلي حاسرا، يكره الصلاة، يكره للإنسان أن يصلي حاسر الرأس. الإمام النووي يقول في منهاجه فيما أذكر: إلا إذا كان قصده بذلك التذلل لله سبحانه وتعالى، يعني وقف ليصلي وأمعن في التذلل لله عز وجل وعبر عن تذلله بأنه صلى حاسر الرأس، ترتفع الكراهة في هذه الحال. لكن من منا إذا صلى حاسرا يستحضر في ذهنه هذا القصد؟ والقصد لا يأتي بالتكلف، القصد يأتي عفوا، القصد عبارة عن شعور طبيعي يساور الإنسان. أما ما يتعلق بأن يكون الإنسان في تصرفاته العادية عندما يخرج إلى السوق ويأتي من السوق، نعم، ويستقبل إخوانه، يسهر، يذهب، يأتي، فأكثر الفقهاء على أن هذا عائد إلى العرف، عائد إلى العرف. فالبلد الذي شاع فيه العرف الذي يقتضي أن يخرج، يعني إذا أراد الرجل أن يخرج إلى السوق أن يضع غطاء على رأسه، إذن ينبغي أن لا يعني يحسر رأسه عند الخروج، فإن هو فعل ذلك سقطت عدالته ولم يعد تعد شهادته، نعم، مقبولة. أما المجتمع الذي شاع فيه العرف المخالف أن معظم الناس أصبحوا يخرجون حاسري الرؤوس، لا، في هذه الحالة لا بأس. يعني هذا الموضوع الذي سكت عنه الشارع الحكم فيه يتبع العرف. الإمام الشاطبي في كتاب له اسمه الموافقات يقول: في المغرب، هو كان الإمام الشاطبي من أهل المغرب، نعم، قال: عندنا في المغرب إذا خرج الرجل ولو كان عالما ولو كان قاضيا أيا كان حاسر الرأس لا تسقط عدالته، لأنه في الغرب هذه العادة جارية، نعم، ولا غرابة في ذلك. لكن يقول: أما في المشرق فإذا خرج الرجل حاسر الرأس واندمج في الأسواق بهذا الشكل تسقط عدالته، طبعا في ذلك العصر. لماذا؟ لأن هذا الأمر يتبع العرف، يتبع العرف. الآن في مجتمعاتنا أصبح موضوع الرأس كما قال الإمام الشاطبي في المغرب، أكثر الناس لم يعودوا يعني يتمسكون بذلك العرف السابق الذي يقتضي أن يكون الإنسان يتجمل بغطاء يضعه على رأسه، لا بأس،
المسألة تتبع العمر، لكن أثناء الصلاة لا. أثناء الصلاة يسن أن لا يكون الإنسان حاسر الرأس، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يثبت أنه صلى مرة واحدة حاسر الرأس، فالعلماء استظهروا من ذلك أنه هذا مكروه. وأنا أعجب أيها الإخوة لحال بعض الشباب، يشتدون في التمسك بالسنة بالنسبة للحية، فلحيتهم تمام حسب السنة، قبضة وربما تزيد، ولا يأخذون منها أيضا، يعني هذا زيادة في الورع، لا يأخذون منها ولا من الأطراف أبدا أبدا، ولكن الواحد منهم يأتي إلى المسجد وهو حاسر الرأس من تحت متمسك بالسنة ومن فوق ما في سنة. طيب يا أخي ليش؟ لماذا؟ هذا أمر غريب عجيب، وكأنه مذهب لهؤلاء الناس. نعم، كان بوسعه أن يتمم ارتباطه بالسنة، شيء جيد. نحن يعني أحدهم أرسل لي رسالة، نعم، يستخف بهؤلاء الذين يلبسون الجلابيب القصيرة ويطيلون لحاهم، فكتبت له قلت لا يجوز هذا، اللحية عند كثير من العلماء واجب، وعند الإمام الشافعي بل أصحاب الإمام الشافعي وآخرين سنة، لكن أيا كانت أدب من الآدم لا يجوز أن نستخف به أبدا بشكل من الأشكال. كذلك الجلباب، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يطول الجلباب إلى ما دون الكعبين، الكعبين مو نصف الساق، الكعبين أطول من الكعبين لا. نعم، لكن الشيء الذي نريد أن نقوله يا أخي، أتم السنة ما دام عندك هذا التمسك، فتريد أن تتمسك بأهداب السنة، ألا تعلم أن من أهداب السنة أن لا تصلي حاسر الرأس؟ هل رأيت أن رسولك المصطفى صلى الله عليه وسلم صلى حاسر الرأس؟ نعم، ربما جلس حاسر الرأس، نعم ربما، لكن هل رأيت في حديث صحيح أو حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى حاسر الرأس؟ طيب يا أخي تمسك بالسنة كاملة، يعني لماذا تكون ممن يؤمن ببعض الكتاب ويكفر ببعض؟ هذا حديثنا عن ما يتعلق بالآداب بصورة عامة. نعم، لو أن الإنسان صلى حاسر الرأس وكان دافعه فعلا إلى ذلك شدة التذلل لله سبحانه وتعالى، فهذا جيد وهذا يقربه إلى الله سبحانه وتعالى. وإن كنا نقول يعني بإمكانه أنه يتذلل بدون ما يترك السنة. نعم، ثم هنا نقول نوع الغطاء، نوع غطاء الرأس، هل هنالك نوع معين يسن أن يضعه على رأسه عند الصلاة؟ لا، النبي عليه الصلاة والسلام غطاء كان معروف آنذاك، القلنسوة والعمامة التي تضع فوقها، لكن العلماء قالوا هذا عرف كان جاريا في ذلك الوقت، فلو أنك صليت ووضعت على رأسك أي شيء مما يسمى غطاء الرأس فقد حققت أصل السنة وكمال السنة في أن يكون الغطاء مثل ما كان على رأس رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لكن إلا شيء واحد، هذا الذي يلبسه الغربيون لا، هذا ما ينبغي أن يقول، لأنه هذا الغطاء الذي له في مقدمة الجبين، نعم، شيء يتنافى مع السجود، يتناقض مع السجود. وأنا ألاحظ كثيرا من المتدينين الملتزمين، أنظر إليهم وإذا هم في الشتاء، ربما كان من أجل يعني البرد، لا يتخيرون من غطاء الرأس إلا هذا الذي له في مقدمة الجبين، نعم، بروز. طيب يا أخي، ألا ترى أن جبين المؤمن ينبغي أن يكون في كل لحظة مهيئا للسجود؟ ما لازم يكون الإنسان يعني جبينه وهو في السوق وهو في البيت وهو في الطريق وهو في المسجد يقول بلسان الحال أنا خلقت لكي أسجد لله عز وجل. طيب لما بيلبس هذا الإنسان هذا الشيء يقول عكس ذلك، إذا وضع هذا الشيء الذي له في مقدمته، نعم، نتوء، لا يستطيع أن يسجد. إذن هو نسي أن جبينه مخلوق لسجود لله
سبحانه وتعالى. قال لي أنا بس بفوت على الجامعة بقيمة. أنت ليش تحطها؟ ليش تسيء إلى جبينك؟ جبينك أغر مكرم بسبب أنه مكان للسجود. العضو الذي تعلن به عن تذللك لله هو هذا، خلي دائما مهيئ للسجود. طيب، وفي 20 نوع من أغطية الرأس غير هذا الغطاء، ممكن يدفيه، ممكن يكون أنيق، ممكن يكون جيد. نعم، أنا لا أقول أنه بيكفر ما بيكفر كذا، هذا عادي للتشبه، يعني حكم هذا اللباس أي لباس، إذا لم يخطر في باله التشبه لا نستطيع أن نقول أنه صار فيه كفر أو العياذ بالله أو حتى الحرمة. لكن لماذا؟ ثوب لا يتناسب مع إيمانك، ثوب لا يتناسب مع سجودك لله عز وجل، ما ينبغي أن تتعرف عليه أبدا ولا بلحظة من اللحظات. لازم يكون الجبين مهيئ دائما للسجود بين يدي الله سبحانه وتعالى. والحمد لله رب العالمين. اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان وعليك التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم إنا نسألك بذل عبوديتنا لك وبعظيم افتقارنا إليك، ونسألك بأنك الله الرحمن الرحيم الغفور الكريم، أن تغفر لنا ذنوبنا وأن تستر لنا عيوبنا وأن تصلح أحوالنا وأن تدبر أمورنا كلها بلطفك، فإنا لا نحسن التدبير، وأن تكلأنا كلاءة الوليد في المهد يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك بحبك لعبادك الصالحين أن ترزقنا حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك يا ذا الجلال والإكرام. نسألك اللهم بحبك لعبادك الصالحين أن تحقق لنا في هذه الساعة لكل منا سؤله بما يرضيك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا ضعفاء، فقو برضاك ضعفنا، وخذ إلى الخير بنواصينا، واجعل الإسلام منتهى رضانا. اللهم إنا ضعفاء فقونا، وإنا أذلاء فأعزنا، وإنا فقراء فأغننا. اللهم يا من لا يشغله شأن عن شأن، يا من لا تغلطه كثرة المسائل، يا من لا يتبرم من إلحاح عباده الملحين عليه، أذقنا برد رحمتك وكرم استجابتك يا رب العالمين. لا ترد أكفنا الساعة عن بابك خائبة يا رب العالمين. اللهم إنا قد دخلنا في هذه الساعة في ساحة إكرامك وجودك، وأنت ربنا أمرت عبادك بإكرام الضيفان، فأكرم ضيوفك يا رب العالمين. نحن ضيوفك، نحن فقراءك، فقراءك ببابك، مساكينك ببابك يا ذا الجلال والإكرام، أرقاؤك ببابك، فأكرمنا باستجابة دعائنا وتحقيق رجائنا. فرج عنا جميعا من الهم والغم ما أنت به أعلم. اجعل اللهم هذه البلدة بلدة آمنة رخية، مستظلة بظل كتابك، ملتزمة بهدي نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وسائر بلاد المسلمين. اللهم من أراد بالإسلام والمسلمين خيرا فخذ بيده اللهم إلى كل خير، ومن أراد بالإسلام والمسلمين شرا فخذه اللهم أخذ عزيز مقتدر يا قيوم السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أهلك الطغاة الذين أعلنوا الحرب على إسلامك وقرآنك، اللهم أهلكهم بددا ولا تبق منهم أحدا، واشف اللهم بذلك صدور قوم مؤمنين يا رب العالمين، يا أرحم من سمع وأكرم من أعطى. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. 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 لله